حضرتك قلت في بداية كلامك أنه استفزك المعلومات المغلوطة بالضبط. اللي بتتقال عن القاهرة أو عن منطقة وسط البلد أو الصور المزيفة اللي بتعلن على مواقع السوشيال ميديا المغلوطة. كلمني عن إيه أكتر المعلومات المغلوطة اللي حضرتك كنت حريص أنك تصلحها في كتابك؟ يعني كان في معلومة مثلا وكمان يعني عملية يعني خيالية في الكلام يعني مثلا زي الأوبرا زي تمثال إبراهيم باشا اللي قدام الأوبرا. أوكي. من المعلومات المخلوطة المغلوطة إن اللي هو كان مكان الأوبرا جامع أوزبك وإن الجامع ده لما تهد فاللعنة تهد المسجد عشان يتعمل مكانه مكان له أدت لاحتراق الأوبرا بعد 100 سنة من يعني حوالي 100 سنة من إنشائها. ودي معلومة غلط لأن هو أصلا الصورة اللي هي فيها تمثال إبراهيم باشا وراه المسجد دي كان في العتبة. يعني التمثال أساسا أول ما اتعمل في ميدان العتبة وكان وراه جامع اسمه جامع أوزبك. أوكي. حتى وجهة التمثال كانت موجهة لو الناس تعرف الشوارع موجهة لشارع عبد العزيز. طبعا هم لما جم خديوي اسماعيل يعمل القاهره فحب يعمل بواكي تفصلها عن شوارع فيها بواكي تفصلها عن القاهره التاريخيه فما عمل البواكي اضطروا يشيلوا الجامع وكملوه بواكي اللي هي البواكي الموجوده في ميدان العتبه دي. اوكي. التمثال فضل موجود لغايه ما حصلت الثوره العربيه وحصل غضب على الاسره المالكه فشالوا التمثال وبعد فتره بقى لما هديت الامور والكلام ده راحوا مرجعينه قدام الاوبرا اللي هي الاوبرا اللي اتحرقت يعني اللي هي دلوقتي مكانها جراج الاوبرا دلوقتي. اوكي. حتى اسم الميدان كان في الاول ميدان التياترو او ميدان الاوبرا ميدان التياترو بس وبعدين بقى ابراهيم باشا وبعدين لما بعد 52 تسمى ميدان الاوبرا. ايوه. اتشالت اسم ابراهيم باشا ده وتسمى ميدان الاوبرا. اوكي. دي من ضمن الاخطاء او الاعتقادات الخطا يعني.